اليوم نقدر نقول باللي جميع القنوات التي كانت تعترض المشروع من الغاز والكهرباء تم الانتهاء منها. كذلك بالنسبة للاعتراضات قمنا في الأشهر اللي فات يعني شهرين بالقيام بعملية هدم بعض المساكن التي كانت في المسار، والرواق اللي فتح الرواق بالنسبة لما تبقى من طريق السيار، مشروع هام جدا في حوالي 20 كيلومتر اللي ممكن تكون قابلة لوضع الخرسانة المزفتة، وبالتالي ممكن كذلك أنها تفتح للاستغلال عن قريب إن شاء الله.